يترقب الشارع الرياضي القرار النهائي لمحكمة التحكيم الرياضي حول مباراة دوري أبطال إفريقيا بين الترجي الرياضي والوداد البيضاوي. الأزمة كانت قد اشتعلت في مباراة إياب النهائي بسبب غياب الفار، ما أدى إلى انسحاب الوداد وتتويج الترجي باللقب. أزمة العام ما تزال أصداؤها تخيم على المشهد الكروي الإفريقي. بدأت كأس الأمم في بلاد الفراعنة وانتهت، وملف أزمة الترجي والوداد لم تغلق صفحاته بعد. الأول يونيو 2019 تاريخ خلف نقطة سوداء في سجل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. فوق أرضية ملعب رادس بتونس صنع التحكيم الحدث خلال إياب نهائي دوري الأبطال. الأزمة بدأت منذ لقاء الذهاب في الرباط الذي انتهى بهدف في كل مرمى، وشهد جدالا تحكيميا كبيرا واعتراضات على قرارات الحكم المصري جهاد جريشة من قبل الفريقين، ما أدى إلى إيقافه 6 أشهر من قبل الكاف بسبب ما وصفه ضعفا في إدارة اللقاء. لكن سرعان ما عاد الاتحاد عن قراره ورفع الإيقاف عن جريشة، ليدخل بعد ذلك الحكم المصري ضمن لائحة حكام كأس الأمم. نار تحت الرماد، هكذا كانت الأجواء قبل مباراة الإياب في رادس. هذه المرة القنبلة الموقوتة كان اسمها الفار. بعد 59 دقيقة من حوار الأقدام اشتعلت الأزمة وتوقفت المباراة لنحو ساعة إثر إلغاء الحكم الغامبي باكاري غاساما هدف التعادل للوداد عن طريق وليد الكرتي بداعي التسلل، ليطالب الفريق المغربي باللجوء إلى تقنية الفار. وهنا كانت الصدمة، الفار معطل. في التقارير اللاحقة للحكم غاساما ومراقب المباراة، تقنية الفار لم تكن جاهزة قبل المباراة لأسباب تتعلق بالشركة التي تعاقد معها الكاف. الحكم قال إنه أبلغ قائدي الفريقين قبل بدء المباراة بذلك، وهو ما نافاه الجانب المغربي على اعتبار أن قائد الفريق لا يتحدث إلا العربية. جدال بيزنطي من جهة ومشادات كلامية من جهة أخرى عمت الفوضى أرجاء الملعب دون الوصول إلى حل، ليطلق الحكم صافرته بإنهاء المباراة بعد أكثر من ساعة من توقفها بعد أن رفض فريق الوداد استئناف المباراة ما لم تتم العودة إلى الفار لمراجعة الهدف الملغى. توج الترجي باللقب الإفريقي للعام الثاني على التوالي والرابع في تاريخه، صافرة النهاية أنهت اللقاء فوق المستطيل الأخضر، لكن مباراة أخرى بدأت خارجه، اللاعب الأساسي فيها كان الكاف، وكيفية تعاطيه مع الأزمة التي توسعت فروعها عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن وصلت إلى محكمة التحكيم الرياضي في لوزان. تبعات قرار الكاف بإعادة المباراة وسحب اللقب من الترجي التونسي سببت حالة من الارتباك ومزيدا من الجدل، دعت الناديين المعنيين الترجي والوداد إلى التوجه لمحكمة التحكيم الرياضي وذلك للطعن في القرار. تفاصيل أكثر في سياق هذا التقرير. من أطلق باكاري غاساما حكم مباراة الترجي والوداد صفرته معلنا تتويج الترجي بلقب دوري أبطال إفريقيا، معتبرا الوداد منسحبا من اللقاء، حتى بدأت منافسة أخرى بين الناديين في أروقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم امتدت لمحكمة التحكيم الرياضي في لوزان. أولى تبعات التتويج المثير للجدل جاء بعد أيام قليلة من المباراة بقرار لا يقل جدلا عن وقائع النهائية، حين قررت اللجنة التنفيذية للكاف إلغاء نتيجة المباراة وإعادتها في مكان محايد بحجة انعدام الظروف الأمنية الملائمة حسب نص القرار، وعليه تم سحب اللقب من الترجي، وطلب من النادي التونسي إعادة الكأس والميداليات في انتظار تحديد موعد ومكان المباراة المعادة. رفض الترجي القرار وتوجه إلى محكمة التحكيم الرياضي بالطعن، مطالبا باستعادة اللقب والميداليات واستلام قيمة الجائزة المالية، وهذا ما فعله الوداد البيضاوي باحتجاج آخر في ذات المحكمة رافضا إعادة المباراة أيضا، لكنه طالب باعتبار مضيفه الترجي خاسرا مستندا لتقرير الكاف حول الظروف الأمنية، ما يعني أحقية الوداد باللقب دون اللجوء لخوض مباراة أخرى.
اتسعت دائرة الجدل في القارة الأفريقية والعالم، وبين حيرة وحرج قرر الاتحاد الأفريقي تغيير نظام المباراة النهائية لمنافسة دوري أبطال إفريقيا ابتداء من الموسم المقبل، باعتماد مباراة واحدة بدل الذهاب والإياب تقام في بلد محدد مسبقا كما هو الحال في النسخة الأوروبية من المنافسة، كل هذا حتى قبل البت في قضية نسخة 2019. وبغض النظر عن قرار محكمة التحكيم الرياضية فلا يعرف بعد إذا ما كانت المباراة قد تسببت بهذه الحالة من الفوضى في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أو أنها كانت ضحية لها.